بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. استوديو جديد من استاد الاشبال، هنكون النهارده مع حضراتكم ان شاء الله في استوديو تحليلي للجوله التاسعه من مباريات دوري الجمهوريه مواليد 2005. في البدايه برحب بضيوفي، ضيوف الاستوديو التحليلي نجم الاهلي السابق كابتن محمد حشيش. تحياتي ليك يا كابتن حشيش. صباح الفل، ازيك يا استاذ؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله ماشي الحال ماشي الحال. ايضا دكتور احمد ثابت محللنا في استاد الاشبال، تحياتي ليك يا دكتور ثابت. تحياتي لحضرتك كابتن اسامه وكابتن محمد، وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله النهارده. ان شاء الله. في البدايه قبل ما نروح للاستوديو التحليلي ومباراه اليوم الجوله التاسعه في دوري الجمهوريه مواليد 2005، هنتكلم الاول عن مباراه الاهلي وصن داونز، مباراه ان شاء الله اللي هتقام بكره، مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي. كل الامنيات كل الدعوات للنادي الاهلي ان شاء الله والجهاز الفني بالتوفيق باذن الله. النادي الاهلي كان اصدر بيان على صفحته الرسميه بالامس امبارح، وكان وجه فيه رساله مهمه جدا زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم. الاهلي يخاطب الكاف لايقاف الاخطاء التحكيميه. ارسل النادي الاهلي صباح ده كان بالامس مساء الامس خطابا الى الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف بخصوص الاخطاء التحكيميه المتكرره بحق فريق الاهلي، خاصة في المباريات الإفريقية الثلاث الأخيرة، سواء في لقاء السوبر مع اتحاد العاصمة الجزائري الذي جرى بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 15/9، أو في أولى مباريات الأهلي في الدوري الأفريقي أمام سيمبا التنزاني والتي أقيمت بدار السلام يوم 20/10، وأخيرا مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي بذات البطولة أمام سان داونز الجنوب أفريقي والتي أقيمت في بريتوريا أمس. كل هذه المباريات التي شهدت أخطاء تحكيمية أثرت بشكل مباشر في نتائجها، وهو أمر يعكس صورة سلبية عن الكرة الأفريقية، وطلب النادي الأهلي في خطابه من كاف اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وأن يحرص السادة الحكام على تحقيق مبدأ العدالة بين الفرق المتنافسة لضمان نجاح المسابقات الأفريقية. كابتن حشيش، كان خطابه بيان مهم جدا للنادي الأهلي أرسله للكاف. شفنا منذ انطلاق بطولة السوبر الأفريقي أخطاء تحكيمية كبيرة واضحة فجأة ابتدت، يعني مش هقول في مباراة سيمبا في مباراة دار السلام، لكن كانت أيضا كمان في مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، وضربة جزاء واضحة للنادي الأهلي لم يتم احتسابها. طبعا اتكررت الأخطاء دي أكتر من مرة في مباريات حساسة ممكن تغير يعني نتيجة المباراة خالص، وخصوصا ان البطولة دي صغيرة رايح جاي، مفيش دوري مجموعات بقى وفي تعويض وفي كلام من ده. فيعني زي ما احنا بنقول الاتحاد الافريقي هو بيعمل مسابقة جديدة فيها النخبة ومسابقة سوبر، لازم يكون كل حاجة فيها سوبر برضو حقيقي. لان التحكيم ده عنصر اساسي ومهم، ممكن يبدل خالص، ممكن احنا عارفين ولاعيبة الكورة كلنا عارفين ان ممكن الحكم ده يعني يكتف اللعيبة ازاي، يدي انذارات ازاي، ما يحسبش حاجات. وعن ضربة الجزاء اللي ما اتحسبتش في الماتش بتاع سان داونز كان ممكن تغير النتيجه 1-1 غير 1-0، كان ممكن تغير الاستراتيجيه بتاع حتى الاثنين المدربين في المباراه اللي بعدها. فتكرار الموضوع دوت ما ينفعش، يعني ما ينفعش ان انت عايز تطور وتعمل مسابقات قويه وانت احد العناصر المهمه جدا ما بتطورش فيها. طبعا النادي الاهلي بيان محترم جدا ان هو يعني لان الموضوع اتكرر وبقى زياده عن اللزوم، وبعدين لا قدر الله ممكن يفقد النادي الاهلي بطولات. يعني انا داخل النادي الاهلي مش داخل عشان يشارك، احنا عندنا المراحل دي من زمان، احنا داخلين عشان ناخد البطوله. وبطوله بتتعمل لاول مره، يهمنا قوي ان احنا ان شاء الله نحرز البطوله دي عشان نسجل الارقام القياسيه بتاعتنا. فبيان محترم طبعا من النادي الاهلي ومن كابتن الخطيب انه طبعا لازم يعني يحسسهم بالوضع من الاول ومن بدري، عشان يعني احنا مش عايزين زياده عن حقنا، احنا عايزين بس ناخد حقنا في المباريات. فاتعشم ان الرساله تكون وصلت، وان ان شاء الله باذن الله يبقى التحكيم في المباراه اللي جايه تحكيم عادل بالنسبه للفرقتين، وان شاء الله باذن الله التوفيق للنادي الاهلي. وانا متاكد يا اسامه الناس هتشوف حاجه تانية خالص غير اللي حصلت في المباراه الاولى، تشوف رجاله النادي الاهلي، رجاله النادي الاهلي في المواقف الصعبه بيبانوا في وسط الجمهور الكبير اللي دايما داعم. فان شاء الله باذن الله النتيجه هتبقى كويسه وهنكسب وهنطلع للدور النهائي ان شاء الله. دكتور ثابت، الاهلي لا يبحث الا عن العداله. كابتن حشيش قال اسمه دوري السوبر الافريقي، لازم كل حاجه تبقى فيه سوبر، اداء المباريات، مستوى اللاعبين، زي ما شفنا اهتمام بالملاعب وجوده الملاعب والحضور الجماهيري.
الفار والتحكيم ما زال لسه علامات استفهام في الكره الافريقيه في مباراه الاهلي خاصه السنه دي من اول الموسم. مباراه السوبر الافريقي من الاهلي واتحاد العاصمه ركله الجزاء صحيح النادي الاهلي، كمان اتاكدت في مباراه سيمبا في تنزانيا ركله الجزاء بص واضحه مليون في الميه. المباراه الاخيره كان في علامات استفهام في اخر المباراه، مباراه سان داونز في دفع لبيرسي تاو، ما شفناش اعاده، ما شفناش الفار، الناس اللي قاعده على الفار تعيد اللقطه تجيب الحكم، طب استنى نتاكد من اللعبه. يعني رايك ايه وانت كمان جاب لنا اللقطات يعني بالصوره معانا؟ طبعا الاول برافو النادي الاهلي ان هو بياخد موقف وبيسجل موقف، لان الاخطاء التحكيميه فجه، والاخطاء التحكيميه مؤثره على نتائج المباريات. مش معقول تكون بطوله الدوري الافريقي لكره القدم الفيفا بيعملها، الفيفا اللي عاملها بيجربها في افريقيا عشان يطبقها في اوروبا، ويكون هذا مستوى التحكيم، يكون هذا مستوى الاخراج. الاخراج عندهم في المخرج هناك في المباراه ما بيعيدش ضربه الجزاء بتاعه بيرسي تاو، ما عادهاش، ده احنا جايبينها بالزوم. ده يعني مش عارف ازاي بتحصل حاجه زي دي في افريقيا، وازاي الكاف بيسكت على الكلام ده. يمكن اول لعبه هاتها اللي هي بتاعه مباراه اتحاد العاصمه الاول بتاع الكهرباء، دي ضربه الجزاء ماشي، لو نقولها الاول دي ضربه جزاء واضحه دي مليون في المية. دي اول ضربه جزاء كانت في مباراه اتحاد العاصمه، اللي هي كانت في مباراه السوبر الافريقي اللي هي مباراه السوبر الاول اللي كان فيها الحكمه اللي هي من موريشيوس لاريا على الفار، اللي كانت نفس الحكمه على الفار اللي كانت في مباراه سان داونز. هات اللعبه بتاعه سان داونز اللي احنا كنا لسه جايبينها، نفس الحكمه الموجوده على الفار رفضت تحسب ضربتين جزاء للنادي الاهلي، نفس الحكمه. طب ومش معنى الحكمه دي تجيلك في اربع ماتشات ورا بعض؟ علامه استفهام برضه، ما علامه استفهام انها ازاي تاخد ماتشين لفرقه واحده ورا بعض. الحاجه الثانيه ما خدتش وقتها حتى تشوف انها تشوف اللعبه. في المقابل كان في لعبه لسان داونز كانت على قفشه، لعب وقف وخدت وقتها وشافوا الحكم استكمل المباراه. تعالى كمان في ماتشين سيمبا، ماتشين سيمبا ادي ضربه جزاء من الدقيقه 36 للنادي الاهلي لكهرباء، واضحه جدا الضرب بالقدم اهو، واضحه جدا يعني مش محتاجه حتى اللي يروح يبص على الفار اصلا. سيمبا في تنزانيا، في تنزانيا لكهرباء برضه نفس يعني عايز اقول حاجه، طب ما خلاص يلغوا الفار بقى يعني طالما كده يلغي الفار ده، انا حتى ما يعني ما ندهوش. وبعدين انا عايز اقول لك حاجه، الكوره بتاعت بيرستاو البوزيشن بتاع الحكم كامل مش يعني مش مستني فار، انت شايف كويس قوي. يعني انا كنت اسامه امبارح في مباراه، كنت براقب مباراه البنك الاهلي وفيوتشر، فكلمت مع حكم دولي موجود من المجموعه اللي كانت موجوده، فقال لي في كور فيها زق لما تكون انت يعني لازق في العيب الثاني، انما السوسته دي بص يا كابتن ان ايد اللاعب حتى خرجت من محيط جسمه وبيزق بيرسي هو داو. سمها لي بقى قال لي زي السوسته بالظبط، زي ما تعمل كده بترد الزقه دي ما فيهاش مناقشه، ما فيهاش ان انا اقول ايه ده احتكاك عادي، لا ده مش احتكاك عادي. عبد المنعم بوطويل اللي هو اللي عاملها ده اكتر لعيب بيرتكب اخطاء في سان داونز، ده برده من واحد من النقط كده السريعه اللي ممكن نستغلها في نقطة الضعف في الماتش الجاي، لانه بيعمل فاولات كتير. هات اللي بعدها برضو في مباراه الاياب لكهربا في القاهره، هنا كان في ضربه جزاء واضحه على حارس المرمى، حارس سيمبا طلع على رجل كهربا في الشوط الثاني، وكانت واضحه جدا ان هي ضربه جزاء. اذا اربع ضربات جزاء في اخر اربع ماتشات للنادي الاهلي لم يتم احتسابهم في اخر اربع ماتشات في افريقيا، ماتش في السوبر قدام اتحاد العاصمه، هي دي دي للقاهره هنا ضربه جزاء واضحه. كهربا هو اللي لعب الكره الاول، بعد كده حارس المرمى اللي دخل عليه طاير على رجله يعني مش طالع الكره، بص الكره فين وهو فين يعني، واللي وصل للكره الاول مين؟ كهربا. كهربا اللي لعبها، وبالتالي ضربه جزاء. ادي اربع ضربات جزاء لم يتم احتسابهم. صراحه لا يعني اللي بيحصل ده نتمنى ان يوم الاربع بكره ان شاء الله، مش عايزين اخطاء تحكيميه، نتمنى ان الحكم يراجع الخطا، يراجع لو هو في اللعبه فيها شك، لان دي ماتش زي ده ماتش بطوله طبعا. الفايز من الاهلي وصن داونز هيبقى مرشح بنسبه كبيره ان هو ياخد البطوله زي احمد محمد لطفي يا اسامه. احنا بس يا كابتن حشيش النهارده كان في مباراه الوداد والترجي من المباريات الكبيره في افريقيا، ادارها طاقم تحكيم مصري بقياده الكابتن عمر امين، امين عمر اداروا المباراه، يعني المباراه خرجت بسلام تمام. الفريقين خدوا حقهم، كان فيها حضور جماهيري كبير من قبل الفريق الوداد، والمباراه اداروها بشكل ما فيش اي ملاحظات يعني تحكيميه، عشان كده بنشيد هنا بالطاقم التحكيم المصري ادار مباراه الوداد مع الترجي. كابتن حشيش مباراه بكره ان شاء الله الاهلي قادر على العوده باذن الله؟ ان شاء الله باذن الله قادر، تلافي بس لبعض الاخطاء اللي حصلت في المباراه الاولانيه. طبعا هيبقى في استراتيجيه مختلفه طبعا،
النادي الاهلي لعبه دايما هجومي وضاغط على اي فرقه بيلعبها، لان هو طبعا يعني اكبر نادي في افريقيا وفي الشرق الاوسط. هيجي هنا ان شاء الله باذن الله المباراه اللي جايه هيستغل الحته دي والدعم الجماهيري الكبير، ضغط على فريق سان داونز. احنا قلنا فريق سان داونز من الفرق القويه في افريقيا وفريق كويس، انما عنده نقط ضعف كتيره جدا بتتمثل في خط الدفاع بتاعه. هم متعودين على الكوره اللي هي من تحت، بينقلوا دايما مع حارس المرمى بتاعهم من تحت. الماتش اللي فات ما كانش فيه ضغط عالي وكان بنسيب لهم الكوره لغايه نص الملعب، عشان كده الاستحواذ كان كتير. انما في مباراه زي بكره لازم يبقى فيه ضغط عالي، هيولد اخطاء، وانا متاكد ان شاء الله ان هيبقى نتيجه الاخطاء دي في اهداف للاهلي. بس في المقابل ان المباراه دي بقى لا تتحمل اخطائنا احنا الدفاعيه، لان ما ينفعش ان شاء الله يعني يجي فينا اي هدف مع استغلال النص فرصه بالظبط كده. تمام، هنروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل هرجع للدكتور احمد ثابت واساله ازاي النادي الاهلي ان شاء الله يرجع في مباراه بكره الاهلي امام سان داونز. دكتور احمد، بكره مباراه مهمه، ازاي النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يرجع فيها؟ ان شاء الله كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي، ان هم قادرين ان شاء الله ان هم يرجعوا بكره باذن الله. انا شايف النتيجه 1-0 نتيجه برضو مش صعبه، كان لو 2-0 كنت اقول لحضرتك ان هي اصعب، لكن ان شاء الله قادرين. اول حاجه لازم تستغل جمهور النادي الاهلي في البدايه الحماس، وان شاء الله يتواجد اكتر من 30,000 حوالي 50,000 باذن الله من جمهور النادي الاهلي اللي هم اللاعب رقم واحد، هتفرق كتير جدا. النقطه الثانيه لازم استعاده شخصيه النادي الاهلي بكره، لازم يكون في روح الفانيلا الحمراء لازم تكون موجوده بكره. النقطه الثالثه مش عايز ما يكونش في استعجال، الهدف بيجي في دقيقه، ممكن الشوط الاول يخلص 0-0 عادي خالص. يعني ماتش الملعب المالي احنا استقبلنا في اللي هو الجيل بتاع حضرتك، استقبلنا جون وكانوا هم كسبنا 1-0 ورجعنا بثلاث جوان في الشوط الثاني. ماتش الاتحاد الليبي الثلاث جوان، يعني زي ما الكابتن حشيش قال، اهم حاجه او اهم نقطه قبل ما افكر ان انا اجيب الهدف ان انا ما استقبلش. هو اهم حاجه ما استقبلش هدف. طبعا. الرقابه الوقائيه، المنع الهجمات المرتده لسان داونز، لان هم بكره هم اوعى تفتكر ان هم بكره هيجوا يدافعوا، لا هم هيلعبوا لعبهم نفس اللعب والاستحواذ وكل حاجه. بس ازاي بقى انا استغل بكره المباراه دي لازم تتقسم بصوره ممتازه. يعني انا ممكن اول ربع ساعه بس ابدا ضغط عالي، ممكن اول ربع لان وبعد كده ارجع وبعد كده ابدا اضغط تاني في الشوط الثاني. لو قدرت ان انا استغل الجمهور واسجل جون في اول ربع ساعه هتفرق معايا كتير، او اول نص ساعه حتى. بس المباراه دي محتاجه تتقسم بصوره جيده طبعا من مارسيل كولر. بشوف ان لازم وجود صانع العاب بكره زي امام عاشور، لو جاهز ان شاء الله، هو جاهز باذن الله، يكون متواجد، هيفرق معانا كتير في وسط الملعب. تمام، مع تواجد طبعا مروان عطيه، مع تواجد اليو ديانج، مع تواجد كوكا، اي حد من الثلاثه دول، بس مروان عطيه ناحيه امام عاشور ناحيه الشمال هيفرق كتير. تمام، ان هو بيتحول كصانع العاب تحت كهربا، لان سان داونز بكره عندهم هيظهر عيب عندهم، وهو غياب مكوينا اللي هو اللعيب اللي بيأمن اللي بيحضر من تحت. فغيابه هو ممكن يبدا بزنوجه او يبدا بنكو، وفي ضعف في الباك رايت كمان، مداو بيتقدم على طول الماتش، فبيظهر مساحه في ظهره. فبكره مهم جدا تواجد صانع الالعاب، مهم جدا ان انا استعيد شخصيه الاهلي، وان انا استحوذ استغل انصاف الفرص، ما يكونش في استعجال. مش شرط لو انا 0-0 الشوط الاول، اهم حاجه يكون عندي شخصيه الاهلي وان انا اقدر اجيب جون في اي دقيقه. يعني ممكن العب مثلا، يعني لو جبت جون حتى لو جبته في الدقيقه 90 ولعبت على ركلات الترجيح ما برضو في امل، لكن انا ما استعجلش الفوز عشان انا ما افتحش من بدري ويجي واستقبل هدف احاول ادور على ثلاث اجوان. فمهم جدا ان انا اكون هادي، ما استعجلش الهدف، واستعيد شخصيه النادي الاهلي، دي اهم حاجه بكره ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لاعبي النادي الاهلي بكره في مباراته امام سان داونز. نروح للجزء الثاني قبل ما نروح لمباراه اليوم سريعا. كان الاهلي فاز على نادي الزمالك في دوري الجمهوريه مواليد 2009، كان احرز اهداف النادي الاهلي محمد ايمن وعلي سامح، كانت انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي بثنائي. معانا الاهداف يا كابتن حشيش يا دكتور ثابت، ده هدف النادي الاهلي الاول، تسديده يسال عنها حارس مرمى نادي الزمالك. طبعا المباراه دي كانت مباراه كبيره اداها لاعبي النادي الاهلي مواليد 2009 مع كابتن ياسر محمدين والكابتن ايهاب عبد العاطي الجهاز الفني، ادوا مباراه كبيره لاعبي النادي الاهلي وقدروا يفرضوا سيطرتهم وشخصيه النادي الاهلي على لاعبي الزمالك وعلى المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه. وكان ممكن الشوط الاول في المباراه دي يخرج بنتيجه كبيره. ده الهدف الاول يا كابتن حشيش،
يعني في النقل طبعا اكتر من باصه، والكره اللي في العمق دي طبعا من ورا المدافعين، والراجل برضو ما ترددش خد قرار وحطها بشماله. طبعا ممكن يكون طبعا مشترك في الخطا طبعا الحارس المرمى في المقام الاول، انما هو القرار برضو الشوط ده الهدف الثاني اللاعب علي سامح ركله جزاء برضو الحارس برضو رغم انه راح معاها مش موفق خالص، مش موفق يعني. في الجونين واضح ان هو مش موفق يعني، رايح معاها كويس بس الحقيقه برضو كره خانته يعني. ومن الواضح تفوق النادي الاهلي دايما عن نادي الزمالك في كل الماتشات اللي هي في دوري الجمهوريه، حتى السنه اللي فاتت احنا كنا عاملين احصائيه النادي الاهلي كان متفوق عن نادي الزمالك في كل دوريات الجمهوريه، وان شاء الله السنه دي تبقى كده برضه. النهارده مباراه الاهلي امام غزل المحله في دوري الجمهوريه مواليد 2005، النهارده الجوله التاسعه. عايز اقول لحضراتكم مباريات الاسبوع التاسع في دوري الجمهوريه مواليد 2005 اللي هيفتتح النهارده الجوله التاسعه، مباراه الاهلي امام غزل المحله. ايضا عندنا مباراه النهارده المقاولين امام الاسماعيلي، بيراميدز امام سيراميكا كليوباترا، الزمالك امام فاركو، انبي وادي دجله، بتروجيت اسيوط، الاتحاد السكندري امام زد، الجون امام حرس الحدود، بلديه المحله امام سموحه، والقناه امام فيوتشر. دي مباريات الاسبوع التاسع والجوله التاسعه في دوري الجمهوريه مواليد 2005. ايضا الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي في بعد رحيل الكابتن علاء عبده لمنتخب مصر للشباب واصبح مدرب عام، تولى الكابتن حسن محمد، وقلت لحضراتكم ده من المدربين الجيدين لتولوا القياده الفنيه لفريق 2005 وهو المدير الفني. كابتن محمد صلاح مدرب عام، كابتن ابراهيم عبد الجواد مدرب حراس المرمى، عمار فتحي مدير اداري، محمد فوضى طبيب الفريق، محمد احمد نحله مدرب احمال، عبد الله محمد المدلك. ده الجهاز الفني والاداري لفريق الاهلي مواليد 2005. كابتن حشيش، كابتن حسن محمد واحد من المدربين المميزين بعد رحيل الكابتن علاء عبده تولى القياده الفنيه لفريق 2005. حسن طبعا من المدربين الكويسين او الواعدين ابناء النادي الاهلي اساسا، وله باع في التدريب، درب اكثر من فريق في نادي الجيش، والحقيقه خد بطوله منهم بطوله جمهوريه، وعنده حتى تجارب مع فرق في الدرجه الثالثه، يعني له خبرات كثيره جدا جدا. اعتقد ان شاء الله انه هيفرق مع فريق النادي الاهلي، وهيشوف بس يعني نشوف اثر الكلام ده بعد يعني، انه لسه ماسك طبعا بلوش، يمكن ده ثالث ماتش او حاجه زي كده او رابع ماتش. فان شاء الله باذن الله على الدور الثاني هيبقى له يعني شان، وهتتفرج على كوره كويسه. وحسن من المدربين اللي كمان بيطوروا اداء اللاعبين غير الاداء الفردي والاداء الجماعي، فهو من المدربين الكويسين ومكسب للنادي الاهلي، ونتمنى النهارده نشوف منه اداء كويس مع اللعيبه يعني. ده حمايه النادي الاهلي زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم في ارض الملعب في ملاعب الناشئين في مدينه نصر قبل انطلاق مباراه الاهلي امام غزل المحله، ده احماء لاعبي النادي الاهلي. هقول لحضراتكم قائمه الهدافين بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي بيتصدر جدول المسابقه في قائمه الهدافين او في عدد الاهداف اللي تم احرازها. اقوى خط هجوم لاعب محمد رأفت احرز 5 اهداف، احمد خالد 3 اهداف، يوسف سيد عبد الحفيظ 2، عمرو خالد بيبو 2، عبد الرحمن خالد ايضا 2، حسام عادل 2، وهدف لكل من يوسف جمال، محمود لبيب، محمد عبد الله، ابراهيم عادل، عمر سيد معوض اللي بنتمنى له ان شاء الله الشفاء ويرجع اقوى من الاول، ومحمد احمد سعد وطارق فوزي. دكتور ثابت، في تنوع في لاعبي النادي الاهلي في اللعيبه اللي بتحرز الاهداف، ما فيش اعتماد على محمد رأفت المهاجم الصريح، لا في تنوع سواء على الاطراف او لاعب النص او حتى كمان في خط المدافعين. صح، دي حاجه ميزه ممتازه ان يكون عندك تنوع، عندك كذا لاعب بيجيب اهداف. يمكن النادي الاهلي اقوى خط هجوم في البطوله حتى الان، مسجل 23 هدف في 8 ماتشات بمعدل 2.8 هدف في الماتش الواحد. يعني تقريبا بنجيب 3 اجوان في الماتش. عندك محمد رأفت هداف النادي الاهلي في البطوله 5 اجوان، احمد خالد قباقه جايب 3 اجوان، يوسف سيد عبد الحفيظ جونين، عمرو خالد بيبو جونين، عبد الرحمن خالد جونين، حسام عادل جونين. ده يقول ان كمان الاهداف بتيجي من تحت كمان، غير المهاجم غير حسام عادل ورأفت، يعني رأفت 5 اجوان وحسام عادل هما الاثنين المهاجمين، ودخل معاهم النهارده يعني هيدخل معاهم شهاب مثلا. عندك الثلاثه اللي من تحت، احمد خالد كباكا ويوسف سيد عبد الحفيظ وعمرو خالد بيبو،
كاباكا جايب 3 اجوان، يوسف جونين، عمرو خالد جونين، غير بقى الباقي محمود لبيب وابراهيم عادل وعمر سيد معوض. ففي تنوع، التنوع الموجود في الاهداف ده بياكد ان عندنا ان شاء الله قدرات تهديفيه كويسه. كابتن حشيش، يعني الفريق مش معتمد على لعيب واحد، على نجم واحد يعني ولا نجم واحد، لو هداف واحد الهداف ده لا قدر الله لو غاب او اتصاب بتلاقي الفرقه عطلت، يعني المكان عطلت خلاص، المكان عطلت خلاص ما جابتش قماش. انما شايفين 11 لعيب يعني يعتبروا هدافين وبيجيبوا اهداف، فدي حاجه يعني كويسه، وما يكون في اكتر من هداف في الفريق بتبقى الفرقه كمان الاداء كويس، ما بتبقاش عارف انت الاهداف بتيجي منين، عن طريق مثلا الكورسات يبقى راس الحربه بس هو اللي بيحرز، لا ده ناس من نص الملعب، باكين ممكن المساكين بيطلعوا يلعبوا بدماغهم، فان شاء الله بالتوفيق للنادي. يعني النهارده كابتن حشيش، كابتن حسن محمد كان 3 مباريات مع النادي الاهلي، قدر يفوز في الثلاث مباريات، فاز في اول ماتشين والمباراه الثالثه الاخيره تعادل وركلات الجزاء قدر يفوز النادي الاهلي. النهارده البدايه، المباراه على ملعبك امام غزل المحله، الشكل هيكون ازاي وبدايه الكابتن حسن هتكون ازاي النهارده مع لاعب النادي الاهلي؟ حسن اللي اعرفه عنه ان هو دايما كورته هجوميه، بيحب دايما الضغط العالي، دايما بيحاول، يعني من الحاجات اللي بقولها للفرقه اللي انا يعني هو قريب مني وعارف طريقته، يعني دايما حته الكره الثانيه بيبقى حريص عليها، لان الكره الثانيه اما بتتاخد على طول باستمرار بتولد احباط للفريق المنافس. بين الكوره برده من تحت بيلعب كوره، وانت بتتكلم يا كابتن حشيش دي اولى مباريات النادي الاهلي اللي زعناها هنا على الهواء مباشره، وافتتح النادي الاهلي، يعني فاكر فوزنا كام يا دكتور ثابت؟ 8 أيوة. كانت اولى مباراه الدوري، لم ذاكر ومصحصح معايا وبدايه مباراه البدايه كانت بدايه قويه جدا. احمد خالد كباكا ده من اللعيبه، لو نرجع بس الجون الاولاني، من اللعيبه الممتازه قوي احمد خالد كباكا، من اللعيبه اللي احنا فعلا في مركز 8. بص الجون هنا احمد وحيد لعبها له 1-2، احمد خالد كباكا من اللعيبه اللي عندها وش رجل خارجي ممتاز في التسديدات. مستر احمد عنده شخصيه طبعا وصاحب قرار، وده مهم جدا جدا في الفريق، يعني مهم جدا جدا ان اللعيب يبقى عنده شخصيه ويبقى دايما صاحب قرار في الملعب. ف ربنا سهل، يعني انا بتمنى له الخير ونشوفه طبعا في منتخب مصر ان شاء الله. دكتور ثابت، ما شاء الله تجمع المنتخب، في التجمع الاول، التجمع الثاني الكابتن وائل رياض، عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي، ما يقرب من 17 لاعب راحوا منتخب مصر. وبدات يعني كابتن وائل مع تولي المهمه الفنيه، يعني وهو تابع مباريات النادي الاهلي من ارض الملعب، عدد كبير ما شاء الله، بيلوم ان احنا ان شاء الله يعني فريق 2005 عندنا من الفريق من الفرق اللي بتضم مواهب كبيره، ويبقى ان شاء الله ممكن في المستقبل نشوف عدد من اللعيبه دي مع الفريق الاول. هو ده الغرض الاساسي، زي ما شفنا معتز محمد وزعلوك. ده الغرض الاساسي من قطاع الناشئين عموما، يعني مش مساله انك تجيب بطولات، مع النادي الاهلي مليان بطولات يعني على مدار التاريخ كله، الاشبال احنا كنا على طول البطولات بناخدها، انما هي الفكره تطلع كام لعيب للدرجه دي، هي دي اهم صح. وبالتالي درجه اولى يعني منتخب مصر. الكابتن وائل رياض كمان يعني اللعيبه بتتكلم عليه بشكل كويس جدا، ان هو مدرب صاعد بطريقه قويه، وحدته التدريبيه مميزه. يمكن لما اتكلمت معاه هو عامل فرقتين، يعني هو عامل معسكرين للمنتخب مصر، واخد مثلا 8 لعيبه او 9 لعيبه، طبعا اكتر نادي اتاخد منه لعيبه النادي الاهلي، اتاخد منه 17 لاعب في منتخب مصر اللي هو بيتكون لسه مواليد 2005. هو واخدهم ليه؟ واخدهم عشان يشوف اللعيبه عن قرب، مين اللعيبه اللي هتبقى بتسمع الكلام مثلا، مين اللعيبه اللي بتنفذ له التعليمات، يشوفها عن قرب. مرحله الاختيار مرحله الاختيار لسه بيكون. فاخد 17 لاعب عشان لسه هيصفي منهم يعني. فطبعا دي حاجه تحسب لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، ان يبقى عندك اكتر من 15 لاعب في منتخب 2005 منتخب مصر للناشئين او للشباب، دي حاجه بصراحه يعني تحترم. ودي طبيعي للقطاع. طبيعي يا احمد، انا شايفها طبيعيه، لان النادي الاهلي على طول مليان باحسن عناصر في على مستوى اللعيبه، يعني عشان بس ما حدش يقول وائل شيتوس واهلي وكلام من ده، لا هو النادي الاهلي يستحق ان يبقى فيه العدد الكبير كده، احنا متابع الماتشات. هو اقوى فرقتين ويعتبر اقوى 3 فرق في الجيل ده حاليا، الاهلي وزد والزمالك. بالظبط، والجيل ده بالتحديد مميز فرق. والجيل ده لان كان جيل 2006 كان قوي جدا جدا في النادي الاهلي، وجيل 2005 كان قوي برضه، فلما اتجمعوا الفرقتين مع بعض عملت فرقه قويه جدا. عندك حلول كتير، عشان كده احنا لما بنتكلم في الاهداف مثلا في 13 لاعب في النادي الاهلي مسجل اجوان السنه دي في الدوري، فكل اللعيبه ما شاء الله بتسجل،
كل اللعيبه دي حاجه تحسب للقطاع وان شاء الله تاثر، يعني ان احنا بقى نخدم كمان الفريق الاول بلعيبه زي ما بنتكلم على احمد خالد كباكا تحديدا. واحد من اللعيبه الممتازه الصاعده. دي المباراه الثانيه كانت مباراه الاهلي ووادي دجله، ايضا قدر يفوز فيها النادي الاهلي بنتيجه 2-1. محمد رأفت. محمد رأفت. طب اقول لحضراتكم التشكيل. تشكيل عن طيب قبل ما نقول التشكيل معانا دلوقتي نروح لملعب المباراه وزميلنا محمد توفيق خليه يقول لنا كمان شويه. جاهز؟ طيب نروح لزميلنا محمد توفيق من ملعب المباراه عشان يقول لنا على التشكيل. تحياتي ليك يا توفيق، تحيات ضيوفي الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت. اتفضل. مساء الخير كابتن اسامه، تحياتي لحضرتك ضيوفك الكرام كابتن محمد حشيش دكتور احمد ثابت وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تجدد اللقاء واستوديو تحليل جديد لمباراه الناشئين، مباراه الاهلي والمحله مواليد 2005، مباراه في الاسبوع التاسع. يمكن النادي الاهلي طبعا بيخش المباراه في المركز الرابع برصيد 17 نقطه. يمكن الفريق فاز في 5 مباريات، تعادل في مباراه واحده وفاز بركلات الجزاء على فاركو وهزيمتين. يمكن فريق في غزل المحله بيخش هذه المباراه في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط. يمكن الفريق فاز في مباراه، تعادل في مباراتين ولكن فاز بيهم ايضا بركلات الجزاء، والفريق هزم في 5. يمكن اخر مباراه لكل فريق كابتن اسامه النادي الاهلي يمكن كان يتعادل مع فاركو بهدف لمثله و5-3. على الجانب الاخر المحل ايضا في اخر مباراته تعادل امام فريق بيراميدز في الاسبوع الثامن، يمكن تعادل المباراه 1-1. وفي ضربات الجزاء يمكن فريق غزل المحله تفوق بنتيجه 8-7. يمكن من يعني المصادفات السعيده النهارده كابتن اسامه ان جيلكم جيل 81 النهارده، حضرتك موجود في الاستوديو التحليلي، كابتن محمد شوقي موجود نائب قطاع رئيس ناشئين للنادي الاهلي، وعلى الجانب الاخر كمان محمد عتراوي نجم منتخب مصر الشباب مواليد 81 هو الاخر نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي المحله. يمكن ان شاء الله يبقى جيل من الاجيال اللي اسعدتنا وحصلت على برونزيه كاس العالم للشباب في الارجنتين، وان شاء الله كمان تسعدونا في المجالات المعديه سواء في الاعلام او التدريب باذن الله، وتخرجوا اجيال عديده تكون باذن الله تعيد امجاد الكره المصريه سواء في قطاعات الناشئين او في الفرق الاولى كمان باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه كان على صعيد الاجواء بقى، يمكن درجه الحراره هنا تقريبا 28 درجه مئويه، الجو يعني زي ما بنقول كده خريفي معتدل الحمد لله، الشمس ساطعه، ارضيه الملعب اكثر من رائعه. يمكن الحمد لله الجهاز الاداري والتنفيذي هنا في النادي الاهلي معد بشكل جيد ملعب قطاع الناشئين هنا، ودايما بنشوفه من خلال مباريات قطاع الناشئين. كمان يمكن الفريق النادي الاهلي استعد لهذه المباراه كابتن اسامه بشكل اكثر من رائع. يمكن مباراه فاركو كانت يوم الاثنين في الاسبوع الماضي، يمكن المباراه عدى عليها 8 ايام، يمكن الفريق بس اتدرب ثاني يوم على طول، خد يوم واحد راحه ومن بعدها على طول مواصل التدريبات لهذه المباراه. يمكن الجهاز الفني بقياده كابتن حسن محمد كلم مع اللاعبين النهارده في المحاضره قبل المباراه، حسهم على الفوز بهذه المباراه، قال لهم يمكن احنا ضيعنا مباراتين في صراع الترتيب او صراع المقدمه على بطولة الدوري العام، ولكن ان شاء الله قادرين على التعويض، لسه المسابقه كبيره، بنتكلم في 19 اسبوع في الدور الاول وكمان 19 اسبوع في الدور الثاني، ان شاء الله يكون الفريق قادر على ان شاء الله الفوز وتحقيق نتائج ايجابيه سواء في هذه المباراه الرباط القادمه، وان شاء الله تحقيق هدف كل الجهاز الفني هنا وقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، سواء يعني تصعيد لاعبين للفريق الاول زي محمد زعلوك وكمان معتز محمد، او كمان ان شاء الله الظفر بلقب البطوله اللي النادي الاهلي الحمد لله هو حامل لقبها من الموسم الماضي. يمكن النهارده يدير المباراه تحكيميا كابتن اسامه حكم ساحه محمد علاء هاشم، 33 سنه من منطقه القاهره، والجدير بالذكر ان الكابتن محمد هو حكم دوري في تقنيه الحكم المساعد للفيديو تقنيه الفار، وبيعاونه النهارده عبد العزيز محسن منطقه القاهره 43 سنه، والمساعد الثاني محمود رزق من منطقه القاهره ايضا 34 سنه. كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله النهارده اللاعبين ينفذوا رؤيه الجهاز الفني ويكونوا على قدر المسؤوليه، وان شاء الله تحقيق 3 نقاط جديده باذن الله يساعدوا النادي الاهلي في مشوار البطوله. كل التوفيق للنادي الاهلي، والكلمه لحضرتك يا كابتن اسامه. بنشكرك شكرا جزيلا يا توفيق. طب نقول احنا بقى تشكيل النادي الاهلي اللي هيبتدي مباراته اليوم امام غزل المحله في الجوله 9 من بطوله الجمهوريه. في حراسه المرمى حازم جمال، خط الظهر من اليمين للشمال يوسف جمال، نمة السكين احمد عبدين، عبد الله بستانجي، باك ليفت طارق فوزي. ثلاثي خط الوسط احمد وحيد، احمد خالد كباكه، خالد فارس، محمد عبد الله ناحيه اليمين، يوسف عفيفي ناحيه الشمال، وفي الامام شهاب. هقول لحضراتكم تشكيل النادي الاهلي مره ثانيه. حازم جمال، يوسف جمال، احمد عبدين، عبد الله بستانجي، طارق فوزي. ثلاثي خط الوسط احمد خالد كباكه، احمد وحيد، عبد الرحمن خالد فارس. الثلاثي الامامي محمد عبد الله، يوسف عفيفي، وشهاب. البدلاء عمر كامل في حراسه المرمى،
زياد سامي، أسامة أحمد، إبراهيم عادل، محمود لبيب، حسام عادل، محمد رافت، هشام مصطفى، ويوسف سيد عبد الحفيظ. كابتن حشيش، يعني مفيش مفاجآت كتير في تشكيلة النادي الأهلي. ممكن النهاردة في بس محمد رافت واحد من العناصر الأساسية النهاردة على دكة البدلاء. تمام. يوسف سيد حفيظ بدأ المباريات السابقة النهاردة موجود، وكنت وصلت يعني أو عرفت إن بعض اللعيبة كان عندها نزلة برد من المباراة السابقة، كانت فاركو في اسكندرية، كان الجهاز الفني مع اللعيبة، فبدأت بعض اللعيبة يعني ترجع مرة تانية للتدريبات. فعشان كده النهاردة كابتن حسن محمد حط التشكيلة دي برضو على أساس الناس اللي كان عندها نزلة برد. يعني طبعا هي معظمهم من اللعيبه الموجودين بصفه مستمره، هي التغييرات نتيجه بس للظروف اللي انت قلت عليها، ممكن ناس عندها نزلات. واللعيبه الموجوده برضو لعيبه اساسيه، طبعا لعيبه اساسيه موجوده، حتى الناس اللي بره على الدكه برضو من اللعيبه الاساسيه، ودي برضو سياسه عامه للنادي الاهلي، لان دلوقتي ما فيش اسامه في كوره بقى اساسي واحتياطي وكلام من ده. المباريات كلها بتحتاج قوام الفريق، يعني انا لما ايد 25 او 30 لعيب لازم هستغل ال 25 30 لعيب. تمام. وزي ما احنا شايفين في الفرقه الكبيره دلوقتي مفيش اساسي احمد وفي احتياطي، كله بيلعب كل ماتش، بتلاقي تشكيل عشان يبقى المدرب عنده او المدير الفني عنده القدره او عنده الصلاحيه انه ما يتزنقش في لعيب معين او في مركز معين، وكمان في افضليه للعيبه اللي بتجيد في اكثر من مركز. فانا شايف ان التشكيل النهارده كويس، ان شاء الله باذن الله يعملوا مباراه كويسه. كابتن حشيش، عايز اتكلم عن خط الدفاع. يوسف جمال، احمد عبدين، عبد الله بوستنجي، طارق فوزي. النهارده شفنا عبد الله بوستنجي رجع في مكانه الاصلي. تمام. المساك بعد مباراه زيد مكان بيلعب باك رايت، وانتقدته النقطه دي طبعا طبعا، وقلت لا هو مكانه او وظيفته في الملعب وقفته الصح هو مساك عبد الله بوستنجي. بالتحديد انا في رايي يعني بالتحديد المساك لما بيطلع على الطرفين بتبقى يعني بالنسبه له صعبه شويه، لان هو المساك طبيعه شغله في الملعب بيبقى ماسك حد من رصاصات الحربه او حد من اللعيبه المتقدمه، بيلعب بدماغه كويس كده، انما حته الرشاقه والمرونه اللي هي محتاجها او الخفيه بتاعه اللعيبه اللي على الاطراف، لان اللي على الطرف ده بيبقى عنده لعيب مهاري وسريع فبيبقى محتاج لعيبه معينه، فهو لما طلع بره المركز بتاعه شفنا برضه اختار، هو ادى وكل حاجه بس يعني كان مش على المستوى المطلوب في المركز ده. فهنشوف النهارده في مكانه الاساسي ان شاء الله، هو من اللعيبه الكويسه وجنبه كمان احمد عبدين في تفاهم لانه لعبوا فترات كبيره مع بعض، فان شاء الله يعملوا مباراه كويسه. طارق فوزي في الناحيه الشمال ويوسف جمال ان شاء الله باذن الله. اهم حاجه برضه زي ما احنا بنكرر ودايما بكرر في البدايات وبدايه المباراه، الخط الدفاع لازم العب السهل والعب الكره السهله اللي تخليك تكتسب الثقه من البدايه. الحاجات الكوري الزياده والفزلكه الزياده دي بتبقى على حساب فرقتك، لان انت اخر خط في الملعب وفي نفس الوقت بتفقدك الثقه، فاللعب السهل في البدايه ان شاء الله يؤدي الى يعني مستوى كويس ومباراه كويسه. من الحاجات اللي بتلفت نظري دايما يا كابتن حشيش يا دكتور ثابت ودايما بشدد عليها هي الملاعب اللي بتقام عليها المباريات في طبعاً جميع الدوريات. النادي الاهلي بص شوف الملعب، يعني الملعب وحلاوه ارضيه الملعب والنجيله وحاجه بتسهل على اللاعب انه يقدر يطلع الموهبه اللي عنده، فده شيء محترم جدا من اهتمام من النادي الاهلي بملعب المباراه. حتى شايف المدرج اللي بيتم انشاؤه ده لسه عايز يعني اقول يعني تحت التشطيب دلوقتي، يعني خلال شهور بسيطه جدا ده بيقام تحته غرف ملابس، جيم، استشفى، وكمان هتكون اماكن مريحه للجلوس. ونادر يا اسامه ان انت تلاقي ملعب للناشئين في مدرجات على مستوى مصر كلها، والاهم المدرجات ارضيه الملعب. طبعا طبعا دي ارضيه الملعب دي نمره واحد، لان كوره يعني ملعب عنصر اساسي، لو ما فيش ملعب كويس اولا في اصابات، مش هتشوف كره كويسه، اللعيبه مش هتقدر تنفذ المطلوب منها في الملعب، هتلاقي باصات مقطوعه، هتلاقي كور بتتقلش، كور بتجلي، اصابات جامده. فنمره واحد واساس كره القدم هي الملعب. النادي الاهلي بيهتم بالملاعب مع ان الملعب عليه ضغط، انما الحمد لله واضح ان الصيانه بتاعته كويسه. فكره طبعا المدرجات دي من الحاجات المحترمه جدا جدا، ان شاء الله بعد ما تكمل هتدي شكل كويس قوي
ناقص بقى اللعيبه، الدور بقى على اللعيبه بقى ان شاء الله. يعني ادي الملعب كويس ان شاء الله، نشوف اداء كويس بقى. النادي الاهلي بيوفر كل شيء علشان يبقى في نتيجه في الاخر باذن الله. الملعب ده كمان يا كابتن اسامه كان من حوالي 3 او 4 سنين ما كانش بالشكل ده. واضح كان بصراحه كان بيبقى فيه حاجات كان بيبقى فيه رمل وكده. لا دلوقتي واضح الترميم اللي اتعمل اهلي مدينه نصر بشكل كويس جدا، والاهتمام بتاع النادي الاهلي بالملاعب. وانا اتمنى ان يبقى فيه كمان اكتر من ملعب. يعني دي عندنا الحاجه عندنا في ملاعب للتدريب، في 3 ملاعب فوق، ده ملعب للمباريات بس، غير في ملاعب للبراعم والاكاديميات. فدي دي حاجه بتفرق مع الولد، وبتفرق مع الاهالي بتاعه اللعيبه اللي جايه، وبتفرق مع قطاعات الناشئين، لان قطاع الناشئين في اي فرقه هو الاساس اللي بيمد الفريق الاول. طب دكتور ثابت، ثلاثي خط الوسط ده اهم حاجه في المباراه، ده اللي بيقدر يتحكم في رتم المباراه. احمد وحيد، احمد خالد كباكا، عبد الرحمن فارس. الثلاثي ده هو المعتاد انه دايما بيلعب، كان بيدخل عليهم برضو يوسف سيد عبد الحفيظ موجود النهارده على دكه البدلاء. شاف الثلاثي النهارده ازاي؟ يبتدي النهارده الشكل ازاي؟ ومين مدى الهجوميه؟ الفكره ان كمان كابتن حسن محمد بيتبع نفس طريقه لعب كابتن علاء عبده، ما غيرش طريقه اللعب. يعني مثلا كان ممكن مدرب يجي يقول لك انا هلعب 2 ارتكاز بس وصانع العاب، هو لا، نفس الطريقه اللي هي 4-3-3، 3 في وسط الملعب اللي هي الطريقه اللي بيلعب بيها الفريق الاول مارسيل كولر. 3 في وسط الملعب منهم 8 بيزيدوا. مين 6 النهارده؟ احمد وحيد هو اللي واقف قدام الاثنين المساكين، احمد عبدين وعبد الله بوستانجي. النهارده عوده عبد الله بوستانجي بجوار احمد عبدين تديك صلابه دفاعيه ان شاء الله في الاثنين اللي ورا. احمد عبدين مدافع مميز، وعبد الله بوستانجي برده مميز، وكان هيروح سموحه اعاره ورجع في اخر لحظه. الثلاثة اللي في وسط الملعب احمد وحيد هو اللي هيبقى 6، والثمانيتين اللي بيزيدوا احمد خالد كباكا وفارس خالد، الاثنين ممتازين يعني موجودين حتى في قائمه الهدافين السنه دي. احمد خالد كباكا جايب 3 اهداف، وفارس خالد جايب جونين. فارس خالد لعيب ممتاز، والسنه اللي فاتت كان هداف الدوري في فرقه 2005 كان فارس خالد. واحمد خالد كباكا اللي بتكلم عليه دايما ان هو لعيب عنده شخصيه الاهلي ومستقبل النادي الاهلي في وسط الملعب. احمد خالد كباكا، احمد وحيد، يعني هنلاحظ ان فارس خالد هو اللي بيميل على الجبهه اليسرى مع احمد وحيد وطارق فوزي ويوسف عفيف اللي هو الجناح الشمال، والجناح اليمين هيبقى احمد خالد كباكا. ولسه شايفين حتى عرضنا له الجون وان هو بيجي من تحت وبيزيد وبيسدد. فاحمد خالد كباكا لعيب واحد من اللعيبه الممتازه هو وفارس خالد. الاجنحه يوسف عفيفي رقم 10، ويوسف عفيفي طبعا بيلعب ناحيه الشمال. يوسف عفيفي اصلا كان صانع العاب في العمق، وكان ليه تجربه ان هو كان هيحترف في الهافر الفرنسي. يوسف عفيفي بيلعب دلوقتي جناح، انا بشوفه ان هو لعيب صانع العاب اكتر يلعب في العمق. فدي ما بيلتزمش بالحته الجناح، هو بيخش يعني جوه على طول بيخش جوه. ليه؟ لانه يعني هو يعني اصلا اساسا في الحته ممكن نشوف واحد من كباكا او احمد وحيد او فارس ممكن يطلع بره ناحيه الشمال، ويوسف عفيفي هو اللي يدخل لعمق الملعب. ممكن بس يوسف عفيفي الافضل ليه، الافضل ليه يخش لجوه، عامل زي بالظبط عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لما بتلعبه طرف بيبقى مش حلو، لما بيخش لجوه بيديك اداؤه نفس الشكل بالظبط. بيدي حريه للعيب شويه، ما بقاش يعني لو واحد مكتفه على الخط، لما بيدخل جوه في مساحات يعني. فهتاخد من يوسف عفيفي لما بيخش لجوه هتلاقيه بيبان صانع العاب كويس. الناحيه الثانيه بقى محمد عبد الله، محمد عبد الله ده واحد من اللعيبه الممتازه قوي، صاحب قدم يسرى، سريع مهاري، دايما بيخش لجوه وبيشوط. محمد عبد الله ممتاز بالتسديدات. المهم جدا النهارده بتلعب غزل المحله، اهم حاجه النهارده زياده الظاهرين. اهم نقطه النهارده عايز اشوفها ان يوسف جمال يعني يوسف جمال وطارق فوزي. يوسف جمال وطارق فوزي ليه؟ ده اساس نجاح طريقه اللعب النهارده. ان انت بتلعب بثلاثه في وسط الملعب، فلازم يبقى الظاهرين بيزيدوا عشان محمد عبد الله يقدر يخش لجوه ويوسف عفيفي يقدر يخش لجوه. لازم الظاهرين يعملوا الاوفرلاب. لازم اشوف طارق فوزي بيزيد في الثلث الاخير من الملعب، ويوسف جمال بيزيد في الثلث الاخير من الملعب. اما المهاجم اللي قدام ده شهاب، ده جديد النهارده. لا شهاب الدين موجود مع محمد رأفت، يعني بس اول مره نشوفه في مباراه بشكل اساسي. كان دايما بيبقى محمد رأفت، وكان دايما حتى الدكه كان بيبقى حسام عادل. صحيح. النهارده اول مره بنشوف شهاب، نتمنى ان شاء الله ان هو يطلع مميز باذن الله. قبل ما اقول الثلاثي الهجومي هقول لكم تشكيل المحله النهارده. والمحله بتلعب بطريقه 5-4-1، في 5 في الخلف. عصام، واحنا زي ما احنا شايفين دلوقتي فريق غزل المحله في احماء في الملعب دلوقتي، حارس المرمى عصام المحمدي، خماسي الخلفي محمود مجدي، محمد صبري، محمد نور، محمد النجار، محمود كرم. 4 في وسط الملعب، فتحي محمود، عمر مدكور، معاذ عبد السلام، محمد علي، ومهاجم وحيد عاطف الحكيم. النهارده غزل المحله بيلعب يا كابتن حشيش 5-4-1.
دور بقى النهارده الثلاثي الامامي للنادي الاهلي، يوسف عفيفي، محمد عبد الله، شهاب الدين. النهارده الثلاثي الامامي ده دوره ايه؟ النهارده هتشوف تكتلات دفاعيه من فريق غزل المحله. طبعا. دكتور ثابت اتكلم على دور الظاهرين يوسف جمال وطارق فوزي واهميتهم النهارده في النواحي الهجوميه علشان يكونوا مفتاح هجومي للنادي الاهلي. اهم حاجه الف به، طالما في تكتل دفاعي يعني لازم المقابل بتاعه من الناحيه الثانيه مرونه هجوميه، ان ما التزمش بالاماكن بتاعتي، زي ما قلنا لسه من شويه على يوسف عفيفي ان هو بيدخل على جوه، عنده مرونه وعنده مساحات النقدر ان هو لعيب مهاري. نفس القصه بالنسبه لمحمد عبد الله، يعني ما يبقاش فيه ثوابت قدام راس حربه وجناحين وكده، طالما فيه تكتل دفاعي يعني عشان نتكلم النهارده في لا مركزيه للعيبه، لا مركزيه للعيبه خصوصا في الحته الاخيره دي، لان التكتل الدفاعي سهل قوي، واحد مع واحد يتمسك مان تو مان بتصعب الامور شويه، انما لازم يخلي المساكين اللي ورا او الناس اللي عامله كثافه دفاعيه انها تقدر تطلع على الاطراف وما تبقاش عارف انت تمسك مين، الراجل ده دخل جوه، الراجل ده طلع بره، يبقى فيه خلخله شويه يعني. فكذلك برضو ان يعني سلاح التصويب، ويمكن كباكا من الناس اللي هي يعني بتصوب كويس وباخد قرار التصويب، مهم قوي في التكتل الدفاعي لانها تبقى برضو صعبه في حته الكور العرضيه او الاختراق من القلب، فممكن السلاح زي سلاح التصويب دوت او الكره الثابته يبقى عليه عامل كبير. دكتور ثابت، الثلاثي الامامي النهارده هنشوف تكتلات برضو دفاعيه كبيره. كابتن حشيش اتكلم على سلاح مهم جدا هو سلاح التسديد، تكلمت عن سلاح الظاهرين يوسف جمال وطارق فوزي، ممكن في اسلحه ثانيه النادي الاهلي يقدر يبتديها المباراه النهارده؟ طبعا، عشان تفك اي تكتل اربع حاجات بالظبط. اول حاجه زياده الظاهرين، لازم الظاهرين يزيدوا بشكل كويس عشان خاطر يعملوا لك زياده دايما، يبقى انت بتغطي الخمس ممرات بتوعك بخمس لعيبه، يبقى في مثلا يوسف جمال وجنبه محمد عبد الله وجنبه كباكا وجنبه يوسف عفيفي والمهاجم شهاب الدين، يبقى انت بتغطي الخمس ممرات. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه التسديد من مسافات، زي ما الكابتن محمد تفضل وقال ان لازم النهارده نشوف خالد كباكا بيشوط، لازم فارس خالد يشوط، يوسف عفيفي، محمد عبد الله لما بيخش لجوه وبيشوط وبيشوط من مسافات. بالظبط. الحاجه الثالثه الحل الفردي، الحل الفردي اللي هو الواحد على واحد، اللعيبه اللي هي عندها الحلول في الواحد على واحد زي محمد عبد الله وزي يوسف عفيفي، الاثنين دول عندهم الحل الفردي صحيح. يقدروا يفكوا لك اي تكتل دفاعي. الحاجه الرابعه الضربات الثابته والركنيه، لما يبقى فريق متكتل لازم انا استغل، اقدر افتح التكتل ده من خلال ان انا اجيب جون من خلال ضربه ركنيه، تقدم واحد زي احمد عبدين او عبد الله بوستنجي، الاثنين المساكين عندهم طول القامه، يعني عبدين طويل القامه، بوستنجي مميز برده في ضربات الراس، يقدروا ان انت تسجل جون من خلال الضربات الثابته. عايز اقول لك حاجه برده احمد، من ضمن الحاجات الكويسه في حسن ان هو هتلاقي شخصيته في الكور الثابته، سواء اللي من العمق او من على الجناب، بتحس ان يعني بيحفز اللعيبه حاجات معينه وتريكات معينه. فكره هو كان اخذ الدوري مننا. أيوة. في النادي الاهلي. أيوة. سنه 2000 مواليد 2001 صحيح، من سنه كان هو ماسك طلائع الجيش، كسب رايح جاي على فكره بالمناسبه، واخد مننا الدوري، فهو مدرب كويس. وان شاء الله يكون يعني اضافه قويه للنادي الاهلي ان شاء الله. هو شاء الله. الكابتن حسن حمد اللي في النص ماشي مع الجهاز الفني. أيوة. الكابتن بالزبط. محمد صلاح وبقيه الجهاز صحيح، وهو واحد من ابناء النادي الاهلي ولعب في ناشئين النادي الاهلي طبعا، وكان مرشح انه ينضم للقطاع من سنتين زي ما الكابتن محمد حشيش قال. اخيرا كابتن حشيش، عشان انا عايز اطلع فاصل عشان خلاص يعني الفريقين يعني اجروا عمليات الاحماء، تتوقع اهداف ان شاء الله في الشوط الاول؟ ان شاء الله اتوقع اهداف ان شاء الله باذن الله. هدف لمين؟ النادي الاهلي. انت ما حددتش. لا. دكتور ثابت، ان شاء الله في اهداف اثنين او ثلاثه كمان باذن الله للنادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله. طيب قبل ما نطلع لفاصل، حكام المباراه النهارده من منطقه القاهره، حكم ساحه كابتن محمد علاء هاشم، حكم مساعد اول الكابتن عبد العزيز محسن، حكم مساعد ثاني الكابتن محمود رزق. نتمنى للحكام ان شاء الله يعني اداره مباراه جيده، ويكون في عندنا يعني حكام صاعدين باذن الله للكره المصريه، وكل التوفيق للاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم امام غزل المحله في الجوله التاسعه من بطوله الجمهوريه مواليد 2005. نروح لفاصل، وبعد الفاصل نروح لمعلقنا المميز تامر عبد السلام، ونشوف حضراتكم بين شوطي اللقاء.